هدف جميل أحرز في المرمى. نتمنى أن نستطيع من خلال الفقرة الرياضية والتحليل لأبرز الأحداث الرياضية سواء على الساحة المحلية أو على الصعيد العالمي، أن نحرز أهدافا تسجل في رصيد مشاهدين بالفائدة إن شاء الله. نسعد جدا أن ينضم إلينا عبر خط الهاتف للتحليل على أبرز الأحداث والمستجدات في الرياضة محليا وعالميا الزميل الصحفي والإعلامي محمد الجزولي. محمد، أهلا بك، صباح الخير. اهلا ومرحبا بك، وصباح الخير على الاستوديو، وصباح الخير على الساده المشاهدين، وصباحكم خير وامطار خير وبركه ان شاء الله. ان شاء الله، نسال الله انه تكون هذه الامطار فعلا خير وبركه على الكل. المطره قريب لكم ما تكون كثيره؟ بس لا، مطره خفيفه لكن الجو لطيف. الجو مميز، تمام، جميل. نبدا مباشره من ملف الهلال، ودار كثير جدا في الاونه الاخيره وفي الماضي من ايام واسابيع وحتى اشهر. فراغ إداري كان موجود، الكل تابع المستجدات. الكاردينال اختتم فترته، أعلن عدم الترشح مرة أخرى. الآن لجنة تطبيع هو على رئاسته، وأسماء كل يوم أسماء جديدة نتابعها، هذا يصرح وهذا يدلي بالمثير. هناك طعن الآن تم تقديمه. بصورة عامة ما يدور في البيت الأزرق محمد الجزولي؟ طبعا في نادي الهلال في قطاع اداري منذ جلسه الكاردينال في يوليو 2014 على راس النادي، كان في جدل يعني مسجلات قانونيه متوافقه من المعارضين للكاردينال، نعم، او ضحك قانون لاي زول. لكن في طبعا الفرق الاداري هي اللي حطوا له فرق اداري، مثلا فتره الكاردينال انتهت يوم 27 يوليو الماضي ده، فكان في وبعد ذاك الكاردينال قبل ما ينتهي أمد مجلسه خرج في حوار تلفزيوني بغض النظر، اكد انه خلاص دي حاجه نهائيه وخلاص كده فترته انتهت، وما حايل يعني ما عنده رغبه مستمر، رغم انه الاتحاد كان طلع بيان قبل هو ما يصدر تصريحه ده في الحوار، قال انه يعني بسبب جائحه كورونا انه المجالس المنتهر امدها في الاتحادات المحليه او الانديه او المؤسسه الرياضيه طبعا الاتحاد في كره القدم بتكون مستمره الى حين انتهاء الاسباب اللي بتم يعني بعد ذاك، حتى قيام جمعيه عموميه لانتخاب مجلس اداره جديد. بعد ذاك طبعا الكاردينال طلع وقال انه ما عنده رغبه، واجتمع دول الهيئه الاستشاريه لمجلس اداره نادي الهلال ورفض انه يعلم يعني ما عنده رغبه، قال انه مستمر في الهلال خلاص مكتفي بالسنوات الماضيه. والناس بعد ذاك بدات تحركات التنظيمات الهلاليه وقدمت سبعه قوائم للاتحاد السوداني لكرة القدم لاختيار لجنة تصديق من بينها غائمة اختار الكردان بالتعاون مع الهيئة الاستشارية، انه نعم. قدم الفريق عبد الرحمن سر الختم رئيس النادي الاسبق اللي هو كان في قبل عهد صلاح ادريس، كان في حد 2005 هو كان رئيس النادي، هو 2004 قبل انتخاب 2005 جد صلاح ادريس هو كان رئيس النادي. بعد ذاك الكاردينال بعد كان في اجتماعات بين دكتور كمال شدار واتحاد كرة القدم وبعض التنظيمات الاهليه، هو ممثل في السيد رمضان جرير رئيس تنظيم مستقبل الهلال ورئيس النادي السابق، وسيد محمد عثمان الكوارتي رئيس تنظيم فجرة قد. بعد ذلك في اجتماعات كثيره كان بين التنظيمات، تنظيم الصداره، تنظيم الصداره والاصاله، تنظيم فجرة قد في المستقبل، حركه ارحل الهلال، تجمع الهلاليين، دي كلها كان الناس تفضل عملوا طلعوا بيان وقالوا متحدين من اجل الهلال، وفجاه حطت مستجدات. وقام السيد اشرف الكاردينال طلب اجتماع مع السيد رئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد، اعلن فيه انه هو شداد يعني قدم له انه قال انت ممكن تستمر عندك فتره، وطلب انه يدوه مهله للجمعه، ثم كان السبت يوم السبت الساعه 8 المساء تم توصيله رئيس اللجنه التنظيميه. بعد ما شداد قدم له ثلاث خيارات من بين انه في يختار الاختيار القائمه هو عضويه اللجنه التنظيميه، لحد الان تقدم قائمه لحد الان لم يعني حتى مستوى كان تعلن امس بقيه اعضاء لجنه التطبيق هم تم الرئيس فقط، لكن لحد امس ما تم اعلان بقيه الاعضاء. وامس قدم مجموعه من اختار نادي الهلال اعضاء النادي مذكره قانونيه طعنوا في تنصيب الكاردينال رئيس اللجنه التطبيق، وتاكدوا انه في القانون والنظام الاساسي الهلال بيمنعه، وطبعا بيجي ده القانون تم تسليم المذكره للامانه العامه لاتحاد كره القدم، محولتها الامانه العامه الدكتور حسن مجيب الامين العام لاتحاد كره القدم، حولها للجنه القانونيه الاتحاد يلبس فيها. ده ممكن هذا الطعن ممكن يؤجل يعني اعلان بقيه اعضاء اللجنه
حسب رؤيه حسب الطعام. نعم. رغم انه وجهه نظري انا هو طبعا يمكن الطعن ما اعرف طبعا دي نفس القانون ادى بها، لكن احنا من يعني من ناحيه كده يعني ممكن يكون الطعن في الانتخاب، لكن هل يعني برضه لجنه التطبيق يمكن حسب الطعون المقدم انه يمنع من رئاسه لجنه التطبيق رغم انه كان رئيس النادي لاخر دوره. على كل حال الجدل ما زال داير وجدل قانوني وصراع اداري، يعني الناس في خلال طبعا الاقتراح مفتوح للناس انه الصراع الاداري في النهايه لا يصح على الصحيح. اذا كان على حق المعارضين او الناس اللي رفعوا المذكره على حق طبعا الاتحاد حيكون مع الحق، اذا كان انه الكاردينال يعني الاتحاد بيرى انه لا يوجد ما يمنع انه يكون رئيس لجنه تطبيق لثلاثة شهور، برضه القرار في النهايه هو قرار لجنه قانون الاتحاد السجالة الرغبه. المتابع للوضع محمد هذه الثلاثة اشهر يمكن ان تزيد، يعني ربما حسب قراءات بعض المتابعين والمحللين، لكن هذا ما يجعلنا نضع الآن علامة استفهام على الطعن. كيف تتوقع يعني أن تكون نتيجة هذا الطعن بعد أن ترى وتنظر فيها لجان الاتحاد بمسمياتها المختلفة؟ أنا بتكلم عن أنه هل المدة هل تزيد أكثر من ثلاثة في ظل الوضع الراهن والصراع الدائر بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد سجالة الرغبة بسبب يعني تعليق يعني سريان قرار تعليق النشاط الرياضي ممكن تستمر، لانه اذا كان الصراع لا زال داير رغم انه الحياه في الشارع السوداني عاديه، المناسبات في الجامعات رغم انه كنت غادر من الله 22 لاعب في خارج بدون جمهور في ملاعب مغلقه بدون جمهور، يعني الناس كلهم اللي بيكونوا في الملعب ما بيتعدوا اكثر يمكن ما بيكونوا يزيدوا من 60 نفر يعني 60 فرد، لكن انت شوف الحياه في السودان عاديه في الشارع في السوق في الافراد الصالات المناسبات اشتغلت السفر للولايات بقى مسموح به، دي بيوريك انه ده كان فيه صراع يعني صراع ما عنده علاقه انه بالحال، يعني ممكن اتخذت جائحه كورونا كذريعه يعني في النهايه يعني في انتصار للذات من جهه محدده. وزيره الشباب والرياضه تحديدا هي كانت بتفتكر انه هي صاحبه الحق في قرار، رغم هي ما علقت المشهد طبعا، لكن في النهايه علقته اللجنه العليا للطوارئ الصحيه هي اللي علقت المسار، لكن وزير الشباب والرياضه بعد الاتحاد قرر انه طلع تصريحات مشدده انه هو يعني ما عنده علاقه بوزاره الشباب والرياضه، لكن الجهه اللي وقفت النشاط وادته خطاب انه استنافر الرياضه، وزاره الشباب والرياضه قامت طوالي عملت خطاب وتوصي انه بتعليق سريان نشاط الرياضه وكونت لجنه سوتها يعني دي لجنه البروتوكول العوده الان للنشاط الرياضي يعني بال يعني انه تكون ماشيه يعني بحسب البروتوكول الدولي للنشاط الرياضي في كل العالم، لكن انت اذا رجعت في الشارع حتى في يعني الدورات الرياضيه كانت مستمره في عز كورونا، يعني خليها في انت الناس بقت الحياه بدات تعود لطبيعتها في كل انحاء السودان، يعني رغم انه في حظر بالليل يعني مثلا من الساعه 6 لحد 6، لكن في النهايه الحياه عاديه يعني ما في حاجه بتخلي النهايه من المتوقع ما ودي نتوقع انا ما قلت لك يعني حسب يعني هل هذا يعني الطعن في طعن قانوني يعني بينطبق فيه رغم انه طعن قانون قدم فيه خلال رئاسه الفتره الثانيه وتم رفضه من قبل المفوضيه وبعد ذلك لا زال الصراع لحد ما وصلت الناس انه مرحله انه انتهى، يعني هذا الصراع القانوني مع الكاردينال صراحه كان مستمر ما انقطع، يعني الناس طوال في حاله طعون وملاحقات، لكن في النهايه الناس بتفتكر انه في جهه النظام البائد انه كانت انه بتحمل كاردان، لكن حتى الان الفكر انه الحاكميه الان للاتحاد كره القدم ما للمفوضيه. نعم. اتحاد كره القدم واللجنه القانونيه في الاتحاد هي صاحبه الحق في اصدار القرار. هل تعتمد الكاردينال رئيس لجنه التطبيق ام تقبل الطعن وترفض رئاسته وتبحث عن رئيس جديد؟ طيب جميل. طيب احمد في حاله استمرار مجلس التطبيع كما هو عليه، ما هو التوقع لبقيه اعضاء المجلس؟ الاسماء اي الاسماء سيرشح انه الاقرب لعضويه اللجنه؟ هو الكاردينال مقدم قائمه، فانت الكاردينال اذا كان الاتحاد عنده رؤيه انه يكون اعضاء لجنه تطبيق من كل القوائم اللي قدمت له. نعم واضح صحيح. بعد ذلك تطرحها على الكاردينال ممكن يختار يعني يقول يحط اسماء ويضافة اسماء، لكن في النهايه كل التنظيمات قدمت قوائمها للاتحاد سجالة الرغبة عشان يختار لجنة موثوقية يستقروها، لكن تم اختيار الكاردينال، الاتحاد هو اللي بيختار بعد ذلك عشان يكون في عدالة وحيادية ونزاهة انه يختار اللجنة من جميع الاعضاء. ده في حال انه
لانه دي انتخابات. نعم. كان الدولي يختار بقائمته بكتبها، لا دي لجنه وثائقيه لجنه تطبيع، فترتها محدده ومهامها محدده، انه الاعداد بعقد جمعيه عموميه لايجاد النظام الاساسي المحتمل تحصل في الغدم، ثم تسير دولاب العمل الاداري والمالي في النادي، والتحضير للجمعيه العموميه الانتخابيه لاختيار مجلس اداره نادي جديد، بس بكل مهامه. ما في اكثر من كده، يعني تفكير العمل يعني ما عشان ما حدث فراغ اداري، وافتكر انه الاتحاد عنده وجهه نظر في اختيار الكاردينال. جميل. طيب نذهب مباشره ونعود سريعا لنلمس الصراع مره اخرى بين الاتحاد والوزارة. في النهاية الدوري لم يستأنف كما كان مخطط له وكما جدولت المباريات. عدد كبير جدا من الأندية تتحدث عن خسائر مادية كبيرة جدا تكبدتها بسبب صراع ترى هذه الأندية، ومن حق هذه الأندية ترى هذا، أنه هي لا ذنب ولا يد لها في هذا الصراع. طبعا الأندية من حقها، يعني من حق الأندية أنه تقترض، لا هي التي تلعب وهي التي تصرف يعني على اللاعبين وعلى كثير جدا من الامور. الاتحاد جاء خطاب من اللجنه الاولى للطوارئ القصيه انه سمح له باستئناف النشاط الرياضي، وحدد وضع برمجه للمنافسات القوميه، الدوري الممتاز وكاس السودان والدرجه الوسيطه. نعم. قبل يوم يعني حتى المباريات، حتى بالاضافه انه كان طلب انه يؤجل له مباراتين، مباراه مؤجله مع الهلال الفاشل في الدوري الممتاز من الدرجه الاولى، مباراته مع الكريم في كاس السودان. الاتحاد رفض تاجيل مباراتين وقال انه هيلعب مباراته الاولى يوم 17 او يوم يعني تقريبا يعني 15 مع هلال الفاشل بمؤجل الدور الاولى. يتفاجئ يوم الناس تفاجئت يوم الخميس انه في قرار طلع من لجنه الوزراء الطوارئ الصحيه بصوت الوزاره الرياضي انه بتعليق بسريان قرار تعليق النشاط الرياضي. دي المشكله وين؟ المشكله انه في السودان والبحرين بالشباب الرياضي خلال العهد السابق والعهد الحالي انه بيضعوا زول ما عنده علاقه بالرياضه اصلا، يعني ما عنده علاقه بالرياضه وبعلم الرياضه ولا عارف عن الرياضه واهليتها، يعني محتاج ولا عنده حتى الخبره في العمل الرياضي، بس زج به زج وضعوه عشان هو يصير خانه او حسب رغبه يعني ولا البوسي احترامنا لها هي وزير الشباب وزير الشباب والناس في حد احتفلت بها، لكن كانت يعني اقل من التوقعات والطموح، يعني ما كان عندها حاجه ملموسه او حتى الشيء المفروض تستخدمه. يا دوب اتحركت قبل يومين اجتمعت مع السيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده عم تتكلم عن المشاكل المدير الرياضيه والملاعب في السودان، رغم ان الاتحاد كان سبق واجتمع بالمجلس السياده في هذا الشان لانه هو الادب، يعني احنا انت المشاكل الرياضي انت بتشوف الشارع العام ماشي وهي يعني جزء من المجتمع، يعني الشباب الرياضي هي جزء من المجتمع وشايفه انه الحياه في السودان عاديه صراحه، يعني يعني كل واحد يلعب عصر وفي جمهور الدوري، يعني شفنا الدوري يعني كانت في دوره في الحجيز قبل الاجراءات صحيح، يعني اليوم الختام كان حضور جمهور اكثر من مثلا مباريات، لكن الموضوع ما موضوع انه جاهد قرار، لا الموضوع حاجه شخصيه صراحة شخصي، يعني انا لا انتصر انه انا صاحب القرار، يعني ده كله في الموضوع، لكن ما عنده علاقه انه محمد الجزوري لانه اللاعبين نفسهم اللاعبين شاركوا في الدورات الرياضيه كلها. نحن نامل دائما انه الاتحاد والوزاره يعملوا مع بعض في انسجام تام وتناغم، لان ده كله في النهايه ينصب لمصلحه كره القدم في السودان. نذهب الى المريخ سريعا، وما الذي يحدث في القلعه الحمراء في هذه الاونه بعد يعني في جهاز فني جديد واداريا شهدنا ايضا بعض الاحداث الاخيره في الاونه الاخيره، نتطرق لقضيه المريخ ايضا. المريخ نفسه الصراع الاداري هو طبعا عدم ثباته عنده مشاكل قانونيه كثيره في النادي، وبعد ذلك لحد الان في ناس تقول انه ما لم يتم استفاده من الاتحاد كرئيس نادي لحاجات كثيره، وفي النهايه هو نفسه الصراع الاداري عنده اجتماع تقريبا من الخميس مع دكتور توماس شداد في طائره المسدات، في بعض الطائره الصحفيه تاكد انه شداد رفض مقابلته كرئيس، لكن تعزول قطب مريخي. الموضوع كله صراع اداري، في صراع اداري في يعني كان قريت اليوم او امس خلص احد المواقف في موقع بتصدر رئيس صور تتكلم انه اعضاء مجلس اداره المريخ، بعض الاعضاء مجلس اداره المريخ الحالي طلبوا بعزل الرئيس ادم سلوكال بسبب يعني الانفراد بالقرارات واصدار قرارات دون عضو مجلس الاداره بحاجات كثيره، احصاء المدرب امين المسلمي وتعيين مواطن وثلاثي تعيين مواطن جمال خشاري، ثم احصاء المدير التنفيذي، يعني بتستخدم القرارات اللي بتتخذها رئيس النادي قرارات فرديه، هو نفس الصراع طبعا، صراع اداري وصراع قانوني، حاجات كثيره بالجدل، وده بفتكر انه كله بيرجع الى النظام الاساسي السابق للانديه في السودان
في تغييرات كثيره يعني ما مواكب يعني كان خلاص ده في السابق اكشن ما مواكب للنظام ال يعني الوضع والاطار القانوني الانظمه الكثيره الانديه الرياضيه في العالم نضع الاتحاد كره القدم ما فيه يعني فيه اختلاف كبير ده بخلي بدي ثغرات او بدي ثغرات كثيره انه الزول تحصل مثل هذه اللعيبه وده في حاجه بس المشكله الكبيره انه في معروف يعني الزول بيطرب وصاحب القرار يعني في النهايه ده كله ملخص الحصل ده نعم والله قال لي احد الاصدقاء قديما لو صرف اي اداري ولعب اداريا في الامور الاداريه اكثر مما يلعب في 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 مباريات غير اداريه تماما من اشكاليات وبآذق تحدث ما بينه وما بين الاخرين لنجحنا في كره القدم في السودان. محمد مباشره الى ابرز الاحداث في الساحه العالميه دوري ابطال اوروبا ودوري الاتحاد بالامس يعني انتر يحرز خماسيه ناريه ويتاهل اليوم لقاء كبير في دوري الابطال هذاك في الدوري الاوروبي واليوم لقاء كبير ايضا في مربع الذهب لقاء الالماني الفرنسي درجه اولى لايبزيج المفاجاه الكبرى في هذا الدور واحد الاحصنه السوداء لان هناك حصان اخر فرنسي يعني مع باريس سان جيرمان الذي وصل وصنع التاريخ ويامل في صنع تاريخ اكبر. طبعا دوري كورونا وسموه دوري ابطال كورونا يعني في ابطال كورونا في مفاجات في الدوري في دوري كاس الاتحاد الاوروبي او في دوري ابطال اوروبا. الملاحظ في دوري ابطال اوروبا انه الدوريين الالماني والفرنسي هم المسيطرين لانه فريقين من المانيا وفريقين من فرنسا ممكن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الناس كانوا متوقعين انه ما كان مفاجاه انه يطلعوا لكن لازق وليون كان حقيقه مفاجاه للناس اللي ما كان فيهم بيتوقع انه تتم الاطاحه بانديه كبيره زي برشلونه مثلا زي نعم حتى باريس سان جيرمان هو اسم كبير وفيه عدد كبير يمكن محمد من النجوم البارزين يعني في نيمار وما الى ذلك لكن 25 سنه اول مره في تاريخ يعني قبل 25 سنه يصل الى نصف النهائي والان هو على مقربه على مقربه يعني خلاص اليوم لازم باريس طبعا المباراه حتكون محضوره ده الفريق الالماني ده طبعا فريق حديث نادي ثقيل وغير معروف بس فرض نفسه واطاح بانديه كبيره جدا جدا من البطوله لحد ما وصل لهذه المرحله والنهايه يلعب مع فريق باريس سان جيرمان الحقيقه هو كان صعوده بطريقه يعني كان فيها نوع من الاثاره انه ساعات في اخر دقيقتين كان مغلوب لحد الدقيقه يعني نهاية المباراة في جاب جولين من مانشستر دي صعب يعني باريس سان جيرمان فريق يعني قوته متمثلة في نيمار ومبابي وبعد ذاك غياب كورونا فاز الحارس فراتي بين الاثنين يعني عنصرين مهمين لكن في النهاية طبعا نحن ممكن الناس كلها حيتوقع ان المفاجأة تكون حاضرة في المباراة دي وطبعا الناس بتتوقع أكثر حاجة في المباراة الثانية ليون وبايرن ميونخ أفتكر دي المباراة حتكون قوية ومثيرة وبما أظهروا ليون بقوة وشراسة وأداء قوي أمام مان سيتي بتأكد لك إنه الدوري الاتحاد خلاص مطرح النهاية أورس يعني طبعا الجيليا هو فريق أكثر فريق تقريبا أو من الأندية الكثيرة في أوروبا فاز بتاع الاتحاد الأوروبي وجاريزا هو فاز أقصى ما مانشستر يونايتد بحقيقة يعني يعني امبارح زي ما قلت انتر ميلان فاز بخمسه وانتر ميلان مع كونتي كان بيقدم اداء رائع وكان حتى خروجه من دوري ابطال اوروبا عشان ينزل الاتحادات الحرب كان حاجه مفاجاه في النهايه انه بس الحاجه لما الدوري الاوروبي بطولتين ما كانت الحضور الجماهيري كان في سعر طبعا يعني كان الكور دي وكان في جمهور بتكون اقوى واجمل يعني لكن يعني في النهايه خلاص ظروف فرطت يعني لكن في النهايه الانديه قدمت تفريطه ونقدر النقاط دي برضه مثلا في السودان النقاط العالم كله متواصل الا في السودان يعني انت يعني ممكن توقف اللاعبين ست شهور عن مواصفة المشاهد الرياضي بعد ذاك يعني ده بأثر على مستواهم ذات يعني مستوى الأندية يعني في السودان لأنه تظهر منافسات خارجية ممكن أنت لا ست شهور ما تكون مارس كورة على المستوى التنافسي صعب إنه يقدم لك بنفس المستوى حيكون في يعني يعني حتكون في نتائج يعني مخيبة السنة الجاية يعني إذا واصل يعني للأندية السودانية على المستوى الأفريقي إذا واصلنا نحن لازال مسافة متعلقة يعني نعم شكرا إنه في شهر 10 حيبدأ الدوري التمهيدي للكونفدرالية الأبطال نعم نعم وسنتابع ان شاء الله مباريات كثيره جدا حال عوده النشاط الرياضي لننظر نحن وانتم من تقومون بتحليل
المستويات ان شاء الله بعد استئناف النشاط في السودان وبصوره عالميه كل الدوريات تحت. شكرا جزيلا محمد الجزوري، انا شاكر جدا لك. شكرا لكم انتم ايضا اصدقائي المشاهدين في كل مكان على متابعه صباح الشروق. وصلنا الان الى الختام، هاكم هذه تحايا فريق العمل، تحياتي انا ايضا، السلام عليكم.